شركه تكريات صافي 10 ans de cela كنا كون بيرسون فيزيك on avait un registre de boîte communication on بعد on a créé une salle on a fait la fabrication et partenariat avec des étrangers pour réaliser des stores pour l'extérieur des pergolas des vérandas et on est spécialiste sur ça donc ça fait 8 سنين وحنا نديرو الباتيماتيك وصي لا بريمير فوا نديرو صالون سيال تاع لوتيلري ان شاء الله فيها خير الحمد لله الناس راهي تحوس تشوف حاجه جديده تحوس تشوف البرودوي وين تحطو كيفاش لا فونكسيونمون تاعو وين نقدروا نديروه كان اقبال من طرف الزبائن الحمد لله شركة بيك برو هي شركة عائلية اللي كانت بدأت في 2008 من الوالد تاعي والإخوة الاختصاص تاعنا المنتجات الفندقية المنتجات المطاعم الفاست فود المقاهي بزاف حوايج مشاركة تاعنا في الصالون هذا احنا نهدفوا باش نوصلوا المنتوجات تاعنا للناس اللي في المجال هذا وزيدوا نوصلوا ل نعم نوصلوه نزيدوا نوصلوه اكبر ما عندنا احنا نو غلطه نعم احنا متواجدين في سوق الجزائريه في احنا المقر تاعنا في قصر صبيحي ولايه ام البواقي شرق الجزائري وعندنا الممثلين تاعنا في براس كامل التراب الجزائري سيرتو في هنا في العاصمه عندنا بزاف الممثلين عندنا في الغرب عندنا في وهران عندنا بارتو المنتوج تاعنا معروف بالجوده تاعو معروف بالسعر المناسب المصدر تاعو من نجيبو من ايطاليا تركيا وعندنا من الصين ولكن بمواصفات اوروبيه جبنا حاجه جديده جبنا تاع لي دوناتس اللي هي دركا عامله امباز كبير في المارشي الجيريان في عند الناس الاختصاص هذا تاع لي ميني دوناتس